هنا بانطلاقة وتحديات حمود بن عبد الله بن شامس المحاربي. تهانينا وناموس تهانينا للجميع. التواصل يستمر مشاهدينا الاعزاء ومتابعينا الكرام، هكذا تستمر انطلاقات اشواط امسيه هذه الليله على مدار 24 شوطا يتنافس عليها ابناء الخليج في هذا الختامي السنوي الكبير. شوطنا ايضا شوطنا 19 الذي تم انطلاقته بعون من الله وتوفيقه الخاص بالابكار ونسير او للجعدان، هذا نسير الى مقدمة الشوط والى الصدارة. الذيب علي بن عامر بن سعيد الغفيلي يتقدم على مقدمة الشوط والبداية، بينما النقلة الى المركز الثاني هنا جلاد سعيد بن سالم اللوتي العامري تيلان على المركز الثاني، بينما نقلت له الى المركز الثالث هناك لنتابع اللي يتقدم ايمان لعلي بن فايل بن خريبيش العويسي على مستوى المركز الثالث، بينما في رابع المراكز ياتي هناك اللي هو بسطام لسعيد بن محسن بن بخيت السلمي العامرية على مستوى المركز الرابع، بينما في خامس المراكز في المركز الخامس وتابع هناك اللي هو الكايد لخلفان بن سالم بن حمدان المنصوري على مستوى المركز السادس، المركز السابع هناك يتقدم اللي هو شديد لسيف بن علي بن سالم العامري، بينما في المركز الثامن يتقدم ياتي شاهين علي بن سالم بن علي الغيلاني، بينما في المركز التاسع ياتي محطم لسالم بن العبد بن ذياب الوهيبي، بينما في عاشر المراكز هذا هو مشاهدينا الكرام مهلك لسالم بن عامر بن راشد المدهوش يتقدم على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة هكذا ندينا للعشر المراكز الاولى، بينما الاسامي الغوية المختلفة ايضا وهذه الشعارات المختلفة بالوانها المزينة ارضية هذا الميدان بحضورها في هذا المساء يبحثون عن التسعيرة، تسعيرة امبراطورية هجن العاصفة، الكل يبحث عن التسعيرة في ختامية المرمومة السنوية. أهل الهجن يعدون العدة دائما لهذا المهرجان، يا ما ينتظرون من الجماهير، لكن العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة الأولى، العودة إلى الكايد، الكايد اللي على المقدمة، الكايد خلفان بن سالم بن حمدان المنصوري هو الأقرب للانتصار حتى هذه اللحظة الجميلة، بينما نراقب اللي قادم هذا هو محطم سالم بن العبد بن ذياب الوهيبي من السلطنة. هذا الشعار يأتينا بالانطلاق الكبير، بينما نراقب اللي على المركز الثالث وهنا اللي هو مهلك لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي المدهش، هذا يتقدم المركز الرابع، ياتي ايمام لعلي بن فايل بن خرابيش العويسي، وخامسا في المركز الخامس رأى الوصول والانطلاق والقدوم من قبل شديد لسيف بن علي بن سالم العامري ولكن الغلاف الجوي الاخير بانت النهايه، بدات السرعه، الفايقه بين الحقائق الجعادين، ما شاء الله وتبارك الله. يا الكايد، الاقرب للتسعيره، الاقرب للتسعيره، الله
الله ما شاء الله وتبارك الله. هنا يتقدم مع الكايد خلفان بسالم الحمدان المنصوري ولكن المدهش يحاول في اللحظات الأخيرة. سالم بن عامر المدهوشي مع اللحظات الأخيرة ولكن الكايد سلام إلى الظفرة سلام إلى مدينة زايد على هذا الفوز والانتصار. ومشكور يا راعي البويضة على هذا الفوز والانتصار اللي حقق لنا الكايد لخلفان بسالم بن حمدان المنصوري. المركز الثاني وصل مشاهدينا الاعزاء اللي هو مهلك لسالم بن عامر بن راشد المدهوشي. المركز الثالث وصل محطم لسالم بن العبد بن ذياب الوهيبي. المركز الرابع كان الوصول من شاهين لمحمد بن سعيد بن حافش النعيمي. وفي المركز الخامس كان الوصول من قبل مشاهدينا الاعزاء اللي هم جازف لعبد الله بن علي بن عبد الله المري. هذه هي النتيجه للخمسه المراكز الاولى. عوده الى التوقيت الزمني 5 دقائق و48 ثانيه 8 اجزاء من الثانيه. تهانينا وناموس الى مالك الكايد خلفان بسالم بن حمدان المنصوري مشكور يا راعي البيضة على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصل اللي هو مشاهدين الاعزاء وصل مهلك بتوقيت زمني مقداره 5 دقائق و51 ثانية جزءا واحدا من الثانية. تهانينا لسالم بن عامر المدهوشي على التألق مهلك بالمركز الثاني. المركز الثالث وصل محطم توقيت الزمني ايضا 5 دقائق و51 ثانية جزئين من الثانية. تهانينا والناموس الى مالك محطم سالم بن العبد بن ذياب الوهيبي. تهانينا والناموس للجميع. التواصل